إجازة الصيف أيام طويلة، نعود بعدها للدراسة، وكيف نقضيها أوقات جميلة؟ مشكلة تحتاج الدراسة. فمثلا نبني صاروخا، نخوض حربا، أو نتسلق صعودا، نكتشف أغراب الكائنات، أو نحمي قرودا، نصارع الأمواج، نخترع أشياء ونجري اختبارات، نكتشف الطيور، نلون القارات، ونضايق البنات. باريس، كما ترى سنفعل الكثير قبل انتهاء هذا الصيف. هيا باري، لا تتركنا فسوف نفعل أعجاب الأشياء. ابق معنا فسوف نفعل أعجاب الأشياء. أمي، فارس وفادي يقدمان عناوين مسلسلة.